الو دينا، ازيك؟ انت نايمه؟ هاي احمد، ازيك؟ لا لا خالص، انا مش نايمه. يعني مش بزعجك او بعطلك عن حاجه؟ لا لا ما تقولش كده، انا اصلا كنت عايزه اكلمك النهارده علشان اشكرك يعني على اللي انت عملته معايا، اني خلصت لي الورق كله وما سبتنيش لوحدي. غريبه، انا اصلا كنت متصل عشان اشكرك. تشكرني انا ليه؟ يعني اني خليتيني اجي معاكي وانت بتخلصي الورق. فعلا ما كنتش هبقى مطمن لو سبتك تروحي لوحدك. أحمد على فكرة أنا بحسك ويرد جدا. ويرد؟ طب دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ أصلا أنا حاسس إن أنا بتشتم. لا يعني لا حاجة وحشة ولا حاجة حلوة، أنا بس مستغرباك ليه يعني مش عايز تسيبني لوحدي طول الوقت وخايف عليا قوي كده. معرفش، بس فعلا ما كنتش هبقى. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.